السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. هعمل لكم النهارده صنف حلو جميل وحلو قوي، في كتير عارفينه. هنعمله النهارده باسهل الطرق. هنعمل الكنافه بالمانجا، سهله جدا وجميله جدا، مفيش اسهل منها. بصوا حبايبي، دي كنافه في الفريزر، لازم في الفريزر لازم، يعني انت حتى لو جايباها طازه حطيها في الفريزر ساعه كده تجمد. بصي اعملي ازاي، بصي انا بفرفتها ازاي. طبعا انا كنت جايباها دي على اساس ان انا هعملها برمه، كنافه مبرومه، بس بقى ما حص يعني ايه حظها جه معايا كده. بصوا حبايبي، هحتاج ايه بقى؟ هحتاج زبده كتير، زبده كتير، معلش هي محتاجه زبده. بصوا زبده، وهحتاج زيت. في ما بحطلهاش زيت، بس انا بحب احط لها زيت لسبب بسيط جدا. زبده وزيت، ماشي اهو، لسبب بسيط جدا، ان الزيت بيخلي طعم الكنافه مقرمش كده وبيبقى حلو ومفلفل. فهمتيني ازاي؟ دي بقى هنعملها ايه؟ دي انا هفرتكها كلها كده حبيب قلبي، وفي حل من الاتنين، يا اما تعمليها على البوتاجاز من فوق تحمريها كلها تحمر، برضو هنحط الزبده وزيت ونبتدي نحمرها، بس دي بتاخد وقت جامد ومتعبه، ماشي، واتنين ايدك لازم تبقى فيها على طول عشان ما تتحرقش منك، وزي ما بيقولوا ايه، حته تغمق وحته تفتح. يا اما افرد صاج بعد انا بخلصها كده، اروح دهنها بالزبده وبالزيت، واروح فردها في صاج، واروح حطها في الفرن، فرن عادي جدا، في بيفتحوا عليها الشوايه، بس انا لا، ما بحبش افتح الشوايه، لان برده في الشوايه هتاخد لون، هتلاقوا لون احمر ولون غامق ولون فاتح، حتت حتت. فهمتوني ازاي؟ هي ساقعه، معلش يعني جمدت ايدي. فانتي قدامك حل من الاتنين، يا اما تحطيها في الفرن، فرن عادي رف وسط عادي جدا، اكنك بتسوي ديسك كنافه عادي من غير اي حاجه، يا اما لا انا هروح احط ايد تحت الميه وارجع لكم تاني، ايدي جمدت. بصي يا قلبي، هنا حطيت الزبده، الزيت مش حابه كتير، يعني الزبده الاكتر، ماشي. هبتدي انزل واحده واحده، بسم الله الرحمن الرحيم. عارفين زي الشعريه، خلي بالكم، يا روحها بتبقى قليله، بتبقى زي الشعريه، لازم ايدك فيها على طول. نبتدي بقى نقلب نقلب، بصي ما تسيبيهاش لحظه، ايدك تقلب تقلب لحد كلها ما تحمر، وبرده هوريكم الخطوات بتاعتها. بصي حبيبتي، شايفه اللون لسه ذهبي فاتح، سمع شخلله، خلاص مبقاش فيها نقطه ميه ولا رطوبه ولا اي حاجه خالص، هي ابتدت تتحمر. نبتدي نقلبها من فوق لتحت، بصي بصي هتبتدي تاخد لون ازاي. تيجي بقى نطفي كده بقى عشان اقلب بقى بايدي الاثنين، ماشي يا حبايبي. هنا يا حبايبي بصوا اللون، شايفين؟ بصوا عشان من بعيد شكله فاتح، بصوا اللون ده الذهبي ده رائع رائع رائع. بصي حطيتها في طبق لوحده بعيد خالص، بارد، بعدته عن البوتاجاز عشان انا عايزاها تبرد. اوعي تحطي عليها شربات وهي سخنه دلوقتي، هتعجن، ماشي، عشان تبقى مفلفله كده وتبقى ايه، مقرمشه وحلوه. خلاص، والشربات برده يبقى بارد يا جماعه، الشربات يبقى بارد، سيبها تبرد لحد بقى نشوف هنعمل ايه في المانجا ونعمل ايه في الكريم شانتيه. بصوا يا حبايبي، شايفين بعد ما شيلناها كانت اول لونها فاتح ازاي؟ شفتوا لما قعدت وهي سخنه بتغمقي سنه، عشان كده بقول لك شيليها، ماشي، هي لسه دافيه مش سخنه، دافيه. ادي العسل، بصي شايفاه مركز ازاي، عسل نحلي اما عسل شربات سيرب، ماشي، هنزله كده لان الكنافه هتبقى دلعه، والكنافه مش بتشرب الكريم شانتيه يعني. انتوني ازاي، نزله كله 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 كده. تيجي بقى ايه، نقلب. الخطوه دي مهمه جدا جدا جدا، انك انت تطعمي الكنافه بالشربات، نص كوبايه صغيره شربات مركز او تقيل او عسل نحل زي ما انت تحبي. بصي خلاص حبايبي كده، خلاص كده الكنافه خلصت، مش هنعمل فيها حاجه غير ان احنا بقى نطبقها في الطبق. في ايه تاني هنا بقى؟ بصي حبيبي، معلش هي الدنيا اتلخبطت على بعضها. الاصفر ده المسفر ده كريم باستري، عليهم 4 معالق او ربع كوبايه سكر بودره، عليهم كوبايه كبيره او كوبايه ونص كريم شانتيه. خلاص هعمل بيهم ايه؟ بصوا دي ميه ساقعه، وده المانجا اللي انا قطعتها فضل منها شويه، رحت ضرباهم وحطيتهم في الفريزر، هضرب بيهم الموضوع ده. فهمتوني ازاي؟ هضرب بيهم ده، هوريكم ازاي دلوقتي، عشان اذا اقولوا ايه، ندي دسامة كده للطبق. هحط بس المضرب، هيعجبكم قوي، وحاجة جميلة جدا، مش شغل سوقي،
بصوا بقى، انا هحط الاول بس حبه ميه صغيرين، بس اجمع بس الايه الخليط كده. تيجي ننزل بالمانجا بقى. على فكره الخطوه دي مش اجباري انك تحطي مانجا، بس انت ما تحطش مانجا طبعا، المانجا هتبقى مفتفته بعد ما تقطعيها، في متقطع وفي متفتت. طب ما انا استفيد بيه. خليط تقيل شويه، حط بقيه المانجا ونكمل بعد كده. ميه عادي مفيش اي حاجه، دي كريم شانتيه خام، كريم باستري وسكر باودر. المانجا ما فيهاش اي نوع من انواع السكر. هفضل ورا الخليط ده، هفضل ورا الخليط ده اضربه حبايبي لحد ما يوصل للسمك اللي انا عايزاه اوريه لكم. بصوا حبايبي ادي الكريمه اهي، بصوا شايفين منظرها. انا هعمل ايه؟ انا بشتري الاكياس دي اكياس كريمه اللي هي مره واحده وبتترمي، اسهل وانضف 100 مره. بجيب المج ده عادي كده، بصوا اهي، بصوا بتبقى هنا كده، بصي تستخدميها مره واحده. انا مش هستخدم قمع، انا مش عايزه قمع فيها. تيجي بس افتح كده عشان اعرف احط الكريمه اللي انا عايزاها والكميه اللي انا عايزاها. بسم الله الرحمن الرحيم كده. طعم الكريمه بالمانجا تحفه 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 رائعه. طبعا هي اديتها لون اصفر مع كريم باستري، كريم باستري برده بيدي لون اصفر ماشي، فعشان ايه ما حدش يقول دي مش زي بتتباع بره. احنا مزودين مانجا مزودين كريم باستري، الاثنين دول بيخلوا اللون اصفر. فهمتوني ازاي؟ بس كده نشوف هناخد ايه عشان بس نعرف ننزلها في الطبق. بصوا اهو، وهقصه لما اجي استخدمه، نحطه هنا كده دلوقتي نشوف هنعمل ايه. هنا حبايبي بصوا انا قطعت المانجا، وفي فيديو انا مبينه فيه ازاي بقطع المانجا، هحط لكم اللينك بتاعه تحتيه تحت الفيديو ده ماشي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا كده هنطبق حاجه بسيطه جدا. في دي البولات دي، بصي بولات حلو قوي شيك قوي، وفي الطبق الكبير ده، بصي الطبق ده تحطي فيه الفاكهه، تحطي فيه اي حاجات حلوه بارده. خلاص انا هعمل ده وهعمل ده. اول حاجه انا بس هجيب لي الطبق احطه لك تحت ده عشان يبان. بصي يا حبيبتي مش كده يبين كده ماشي. جيب الكنافه هنقول اول حاجه، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. تيجي بصي عشان ايه بس نقص بس الحلو ده. بصوا ده هوريه لكم احنا بنقصه ازاي. بصوا كده ادي هنتاخد ده بس كده، روح قصينه. انا هقصه عشان مش عارفه اقص بايدي الشمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحجم اللي انت عايزاه، رفيع تخين زي ما انت عايزه. خلاص اجي اهو، بصي هننزل طبقه. خلاص ونرفعها تاني عشان ما تقعش مننا. نجيب الكنافه او مشربات نحط في طبقه كده. هجيب المانجا تاخد بس حاجة دي. بصوا بقى حبايبي انا هنا المانجا فيه قطع حلوه كده وفي قطع اتهرت مني، هاخد من اللي اتهرت مني احطها في النص، اللي اتهرت هحطها في النص. تحطيها كده في الطرف تبان كده في الطرف، بصي كده. خلاص ونبتدي تاني ننزل كريمه تاني. وبعد كده اهم حاجه بس انك انت
تبقي ظابطه. نروح حاطين كنافه، نحط طبق الكنافه. ما يغركوش انه صغير، لا ده بيشيل يعني شايل حبه حلوين. خلاص ده بقى انت جايلك ضيوف تقدري تعملي الحلو ده كده. بصي خلاص كده نيجي نحط مانجا من اللي هي حلوة كويسة على الوش. ماشي، حط حتة كريزة صغننة. ايه رأيكم؟ شايفين الطبقات؟ بصوا شايفين شكله حلو ازاي؟ الكريز ده عندي انا شايلاه في الفريزر، فاهمة؟ شوف بس دي بتتحط ازاي. يبقى ايه، ادي المعلقة وادي الايتمز الصغنن. ماشي، نعمل واحدة تانية. تحطي الاول، الاول كريمة. ليه؟ عشان الكريمة الكنافة بين الكريمة تبقى طرية. هتقولي طب ما انت حاطة شربات، ماشي اوكي، مش هيقول لا، تبقى طرية. حط معلقة كنافة خلاص، انزل بحتتين مانجا من المهريين. فيها صوص بقى، فيها بتاع، بس ما تحطيش صوص كتير عشان خاطر ايه ما تتهريش، تبقى معجنة. ننزل كريمة. انت بتعملي طبقتين، طبقة كنافة طبقة كريمة، طبقة كنافة طبقة مانجا. ماشي كده، ننزل بقى بالكريمة المرة دي. خلاص بصي انا بعمل ايه، بروح رافعاه كده. ناخد حتة مانجا حتة صغننة كده، نروح واخدين حتة كريز صغيرة حاطينها، مجرد بس ان احنا بنغير لون الكريز عشان تغيير اللون. نروح حاطين المعلقة وادي ادي واحدة ادي التانية. ايه رأيكم؟ شكلها حلو ولا لأ؟ ادي الطبقات اهي باينة. دلوقتي بقى هشيلهم واجيب بقى الطبق الكبير وشوف هنعمل ايه. ادي الطبق الكبير، ادي انزل فيه بالكريمة. شكل عشوائي، احنا زي ما بقولنا احنا مش بعمل اشكال. ماشي، وهنرجع بنملاه تاني. حط بقى كده، حط طبق الكنافة. لازم تقلبي الكنافة عشان تبقى سايلة منك، سايبة كده. بقيت كمية الكنافة نقسمها على، احنا هنعمل هنا طبقتين، نعمل طبقتين مش هنعمل طبقة واحدة. لحظة واحدة بس اظبط لك الكاميرا عشان تشوفيها كويس. اهو كده حبيبتي، عايزة تعملي ده نص كيلو كنافة، عايز تعملي كيلو الا ربع اعملي كيلو الا ربع، عايز تعملي كيلو اعملي كيلو. خلاص كده هنزل بشوية المانجا السايلين، اللي هم مش سايلين، هم اتقطعوا اتهروا مني. هم حبة صغننين، ابتدي بس نفرطهم كده عشان احنا خدنا حطينا للعصير. نبتدي نجيب كريمة نحطها بقى عادي، بقى مش شرط ان انا احطها بالكيس، عادي
طبقة. بصي يعني انتي ايه، واخدة بالك؟ طبقة طبقة طبقة، نعمل 3 طبقات كده. أكلة بتتباع بره جامدة، غالية جدا يعني، كلنا عارفين سعرها بره شكله ايه. هنزل بقيت كنافة. بصي انا بعمل ايه، بصي لازم كل شوية تعمليها كده، ان هي بتمسك في الشربات ماشي. بصي كل شوية لازم تعمليها كده، تفرفطيها كده ماشي. هنزل كده الكمية كلها. حط شوية مانجا بالصوص بتاعها، بحط فيه شوية صوص، هنعمله كده وشوية مانجا صغيرين عشان بس يكفي، رغم ان انا مستخدمة 1.5 كيلو مانجا، انا حاطة 1.5 كيلو مانجا عشان بس يفضل الوش. الوصفة دي عايزة ازيد من 1.5 كيلو مانجا. بصي بقى تعملي كده، نكمل بقية الكريمة ونحطها تاني، عاملاها واجي لكم تاني. نكمل بقى نقفل الفراغات اللي هي المفتحة دي. عايز تعمليها ورد روزيتات اعمليها روزيتات. بصي خلاص كده خلصنا كل الكريمة ماشي. نجيب المانجا هروح احطيها بقى بشكل عشوائي. هو الطبق ده طلع عندي كبير عن ما كنت متخيلاه. الطبق ده عايز 1 كيلو كنافة. الطبق اللي انا مستخدماه ده عايز 1 كيلو كنافة، انا عامله 1/2 كيلو. عايز 1 كيلو كنافة ونص كيلو كريم شانتي ونص كيلو كريم باستري، يعني 1 كيلو، وسكر بودر. يعني انا هحط لك المقادير على 1/2 كيلو، هيبقى طبق صغير زي ده. لو هتعمليهم وحدات زي اللي انا عملتهم في الاول دول يبقى حلو، 1/2 كيلو هيكفي وهيرمي معاكي الكميه 1/2 كيلو كنافة. لكن لو انت مش هتعمليهم وحدات، هتعمليهم في طبق كبير زي ما انا عملت كده دلوقتي، لا الطبق الكبير ده عايز 1 كيلو كنافة، ميحتاجش مينفعش 1/2 كيلو كنافة. مش هنحط جيلي تلميع، مش هنحط اي حاجة من الكلام ده كله عشان ما ينزلش على كنافة ويطريها. ابتدي بصي اي حاجة عندك بقى، اي حاجة عندك لونها غامق شوية عشان بس الالوان كلها، عايزين حاجة نكسر اللون، فهميني ازاي؟ تدي شكل حلو، ما كلفتناش زي ما انت متخيله. احنا بنشتري الطبق من بره ولا الكوبايه من بره بشيء وشويه. ادي اهي، بصوا بقى من هنا شايفين، هنطبق الطبق واظبطه واوريه لكم في التقديم. ادي يا حبايبي شكلهم بعد ما خلص، ادي الصغيرين. تعملي الكميه اللي انت عايزاها حبيبتي، حطيها في التلاجة، لازم تحفظيها في التلاجة لازم، والف هنا وشفا. يا ريت تجربيها، وانا هكتب لك المقادير على 1 كيلو كنافة او على 1/2 كيلو كنافة. يا ريت تجربيها، وبحبكم قوي قوي. انا هنا رمضان.